الجولة الأولى من هذا المهرجان، مهرجان اليمامة الثاني، الذي بدأ بأول أربعة أشواط خصصت للصعوب ذو التجربة الأولى في المنافسة وفي الدخول في أرضية الميادين الرسمية. هنا نبدأ مشاهدينا الكرام من خلال مواصلة أيضا أشواطنا في هذه الأمسية الخاصة بمهرجان اليمامة، وتنطلق بعد هذه اللحظات أربعة أشواط أخرى بإذنه تعالى، هي أيضا ستكون مكملة لأشواطنا ولكن أشواط خاصة بالإنتاج، تشجيعا لهذه الفئة أيضا على تكوين هذه الأصايل وإنتاجها محليا هنا بين هذه العزب التي تظهر وتحضر في انطلاقاتها وتحدياتها. ينطلق إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في هذه اللحظة الشوط الخامس في المجموع، ولكن هو أول أشواط الإنتاج الذي ينطلق في هذه اللحظة حاملا هذه الأبكار، معلنا هذه البداية الأولى، مكونا مسارا مبينا. هنا نبدأ من خلال هذه الانطلاقة التي تبدأ على المقدمة هي الشاهينية، علي بن خليفة بن شاهين المرر في المركز الأول، بينما المركز الثاني عودة إلى الفائز محمد بلقرين بن علي العامري، والمركز الثالث تتواصل الانطلاقة هناك بحضور مزاج لحمد بن جار الله بن حسين البريدي، أما المركز الرابع فتظهر خيرة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، والمركز الخامس في هذه الانطلاق مطر بن عيد بالكوس الفلاسي. هذه إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل انطلاقاتنا في هذه اللحظة لهذا المسار وهذه البداية التي تحمل هذا الانطلاق وهذه اللحظة المميزة لانطلاقات هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله انطلق الشوط الأول الخاص بالإنتاج في هذه المنافسة القوية في هذه التحديات التي تبدأ هنا في هذه المنافسة المتميزة. الصدارة لا تزال على مقدمة الشوط من البداية كما بدأت في هذه اللحظات الفائز محمد بلقرين بن علي العامري، وهنا أيضا تقدمت خيرة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب لميري. سلامي عليك ايضا يا ابو عبد الله ما شاء الله من خلال هذه اللحظه المميزه هناك على المركز الثالث في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل. وتابع المركز الرابع اجد فيه وشاح سعيد بن سلطان بن محمد العرياني المنطلق ايضا في المركز الرابع، بينما على المركز الخامس في هذه اللحظات يا سلام فزع سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. هنا الاسماء التي تبدأ في هذا الانطلاق، وأتابع أيضا البداية الأولى التي بدأت من خلال هذه اللحظة لا زالت على المقدمة هي الفايز محمد بلقرين بن علي العامري. يا سلامي عليك يا بلقرين ما شاء الله، وهني على المركز الثاني أيضا تظهر وشاح على المركز الثاني سعيد بن سلطان بن محمد العرياني، والمركز الثالث يا سلام يا سلام هي فرحة فرح حمد بن عبيد بن حلوس العامري على المركز الثالث في هذه اللحظة وفي هذه المنافسة التي يشهدها هذا الميدان. يا سلام المركز الرابع التي تظهر به هنا في هذه الانطلاقة يا سلام، مخيفة سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، هذه الأسماء الأولى. ولكن أعود إلى المقدمة فرحة وبن حلوس يا سلامي عليك يا بن حلوس على هذا الأداء، فرحة حمد بن عبيد بن حلوس العامري الذي مقدم هذه اللحظة. وصلت القادمة الظبي مبارك بن منيف بن محمد المنصوري، يا سلام بدأ الهجوم بدأ التغيير بدأ التبديل، بدأ بن منيف يسيطر على المركز الأول. الله 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 الله, الله. مبارك بن منيف بن مطر المنصوري أتوقع أهل الوثبة يحتفلون يتابعون مهرجان اليمام، ولكن بلقرين موجود مع الفايزة تبغي الفوز محمد بلقرين بن علي العامري. يا سلام يا سلام يا سلام إثارة وقوة وتحدي وإثارة. الله الظبي 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 ولا قول الفايزة الظبي مسيطرة على المقدمة سمع لا مسمى. مبارك بن منيف بن مطر المنصوري سلامي عليكم يا أهل الوثبة سلام، أسعدت
مساء. جود ايفنينج اهالي الوثبه، ما شاء الله وتبارك الله. ايضا على المركز الاول، هناك المركز الثاني موجوده ايضا هي الفائزه في المركز الثاني محمد بلغرين بن علي العامري، والمركز الثالث كانت اثاره الحذره لعبد الله بن حمد بن علي، والمركز الرابع كانت هناك ايضا شايني محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. هذه الاسماء الاولى التي تعلن هذا الاندفاع وتعلن هذا التواصل، وهذه اللحظه المتميزه. يا سلام يا سلام، نعود مع التوقيت. ما شاء الله، شوف البدايه، البدايه وكل التحدي والاثاره. اربع دقائق، اربع دقائق واحد وثلاثين ثانيه وخمسه من الاجزاء من الثانيه بدا التوقيت يستوي افضل، بدت احسن النتائج تظهر الان. سلامي عليك مع هذه اللحظات. مبارك بن منيف بن مطر المنصوري، يحييكم يا هالي الوثبه على هذا الاداء الجميل. اربع دقائق و31 ثانيه، سبعه من الاجزاء من الثانيه ايضا كان توقيت الفايز محمد بلغرين بن علي العامري. ما قصرت الفايزه، بحثت عن الفوز في شوط صعب بالفعل في هذا الانتاج. المركز الثالث وصلت هنا الحذر على المركز الثالث في هذا الانطلاق القوي والمثير، والتي كانت ايضا هي عبد الله بن حمد بن علي اليديلي. ايضا اربع دقائق 33 ثانيه، وفاء وتماما وكمالا، ما شاء الله اشواطنا متواصله، انتظروا المزيد. 30 شوطا ما شاء الله من هذه المكرمه الغاليه. شكرا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد